السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. المهم في هذا الفيديو غادي نوريكم الطريقه ديال كيفاش نشريو من علي اكسبريس. قبل ما نبداو في الطريقه ديال الشراء غادي نشرح لكم هذا التطبيق ونوريكم شنو المميزات ديالو. هذا الموقع ديال علي اكسبريس هو واحد الموقع صيني، كيمكن لك انك تشري مجموعه ديال الاشياء بواحد الثمن اللي كيكون رخيص من السوق. يعني بحال مثلا الناس اللي كيبغيو يبداو واحد التجاره، كيبغيو انهم ياخذوا واحد المنتوجات بواحد الثمن رخيص بزاف ويعاودوا فيهم البيع، خصوصا الناس اللي كيبغيو يديروا التجاره الالكترونيه. هاد المواقع غادي يفيدهم بزاف، كيكونوا فيه دي زارتيكل بواحد الثمن رخيص، يمكن الواحد يعاود يبيع بهم، ولا يمكن ليه هو براسو زعما كيشريهم بهذاك الاثمنه اللي كيكونوا هابطين وكيستعملهم. المهم كيف ما كتشوفوا، اول حاجه غادي ديروا انكم تانستاليو هاد لابليكاسيون علي اكسبريس. كيف ما كتشوفوا علي اكسبريس، غادي ندخلوا لابليكاسيون بهذه الطريقه. غادي يطلبوا منكم في الاول تدخلوا لي كوردوني لي اول حاجه غادي في الاول غيطلبوا منكم انكم تدخلوا المعلومات ديالكم، غتسجلوا بالبريد الالكتروني ديالكم عادي، وكتدخلوا لابليكاسيون. فيها بزاف ديال لي زارتيكل، فيها حوايج، فيها اكسسوارات، فيها ماكن، اي حاجه تطيح على البال كاينه. كاينين لي بانسو باثمنه كيكونوا رخاص وزوينين، وكيعطيوك واحد الخاصيه انك فاش اول مره كتبغي تشري من عندهم كتاخذ واحد ارتيكل كيكون بدرهم. غتجيكم شويه غريبه، ولكن كيكون ارتيكل كتاخذه بواحد الثمن رخيص بزاف بدرهم، وصافي هادشي اللي كاين. هانتوما كيف ما كتشوفوا هذه هي لابليكاسيون. المهم هانتوما كيف ما كتشوفوا هذه هي الواجهه ديال التطبيق، كيطلعوا لك بزاف ديال المنتوجات وكيكونوا باثمنه مختلفه على حسب انت شحال بغيتي، على حسب كل واحد واستطاعه ديالو. كاين كلشي، اي حاجه طيح على البال كاينه في هذا الموقع. بحال مثلا نوريكم الطريقه ديال كيفاش غادي نختار واحد الارتيكل وغيكون التوصيل ديالو مجاني، يعني بالثمن باش غادي ندفع الثمن ديال المنتوج صافي، ما غندفع لا توصيل لا حتى شي حاجه. علاش؟ حيت كاينه واحد الحاجه في هذا الموقع، هي انه كاينين شي منتوجات اللي كيكون الثمن ديال التوصيل ديالهم اغلى منهم. بلاتي مثلا نوريكم على سبيل المثال، نطيح على شي ارتيكل الثمن ديالو رخيص والتوصيل ديالو غالي. كاينه بزاف هذه القضيه. ماشي هذا بلاتي، بحال مثلا هاد العصارة. هانتوما كيف ما كتشوفوا هاد العصارة الثمن ديال التوصيل ديالها 180 درهم، و الثمن ديالها هي راه كدا وخمسين درهم، بحال هكاك 58 درهم. يعني الواحد فاش غياخد هادي غيصدق خاسر ماشي رابح. حنا بغينا ناخدو واحد المنتوجات اللي يكون الثمن ديالهم رخيص نصدقو رابحين ماشي خاسرين. بحال مثلا بغينا ناخدو سوايع، نكتبو ساعة يد نسائية. غيطلعوا لينا بزاف ديال لي زارتيكل كيف ما كتشوفوا بزاف. اول حاجه قبل ما نبدا نختار غادي نمشي لهاد افضل ما يناسبك، غنكليكي عليها. لا ماشي هادي، غنكليكي هنا في مرشح. انتما كيف ما كتشوفوا هادي مرشح، وغادي نكليكي على شحن مجاني باش غيطلعوا ليا غير لي زارتيكل اللي كيوصلوهم فابور للمغرب. يعني فاش غادي نخلص غير الثمن ديال المنتوج لا اقل ولا اكثر، ماشي غنصدق خاسره. انتما كيف ما كتشوفوا هاد الساعه ب 18 درهم، ساعه اخرى ب 11 درهم، 9 دراهم. انتما كتختاروا على حسب كل واحد والذوق ديالو شنو بغى ياخذ. هادي 15 درهم، 15 درهم، المهم كيكونوا بزاف. هادي 28. وواحد الحاجه اخرى قبل ما نشري من هاد الموقع، غادي ندخل وغادي نشوف شحال خدم النجمه، هاد النجمات هادو غنشوف شحال من نجمه كاينه، نشوف شحال من واحد داير ليه قليب، هاد القليب اللي كاين من هنا. وواحد الحاجه عاوتاني اللي مهمه، غنشوف شحال ديال الناس شراوه.
يعني المصداقية ديال هذاك ديال هذيك البائع كتبان من شحال ديال الناس شراو هذاك لارتيكل. علاش؟ حيت علي اكسبريس راه ماشي شخص واحد اللي كيبيع فيه، كاين بزاف ديال الناس كيكونوا تجار كيفتحوا، كل واحد كيفتح موقع كيفتح حساب تجاري في علي اكسبريس وكيبيع فيه، وكاينين شي ناس كيقدروا ينصبوا ولا شي حاجه، ولكن حنا باش غادي نتفاداو ان شي حد ينصب علينا نشوفوا الحوايج اللي واخدين بزاف ديال البيع. بحال مثلا هاد الساعة اللي هنا فيها 1762 بيع، عاود ثاني هاد الساعة اللي تحت منها 547 بيع. نتوما حاولوا ما امكن تمشيو الحوايج اللي واخدينهم المينيمو واحد 300 بيع، يعني 300 واحد شرا هذاك لارتيك، حيت ما يمكنش هذوك 300 واحد كاملين غادي ياخذوا واحد الحاجه وما غاديش تصدق ليهم وما غاديش وغادي يعاودوا يشريوها ولا غايشريوها ناس واحد اخرين. بحال مثلا هاد الساعه اللي في الاول غندخل ليها، كيف ما قلت لكم غادي نشوفوا شحال من نجمه، غنشوفوا شحال ديال الناس شراوها. انتم شراوها 602 ديال الناس. وغادي ندخلوا واحد حاجه مهمه، هما التعاليق. هنا كيطلعوا لك الناس اللي خداو هاد لارتيكل كتشوفي الراي ديالهم في هذيك الحاجه، ومن هنا انت كتاخدي فكره باش كتكوني عارفه هذيك الحاجه اللي غتوصلك الشكل ديالها كيفاش غادي يكون. ها انتما كيف ما كتشوفوا هما الناس كيهضروا، هاد التصاور راه حقيقيين ديال الناس خداو هاد لارتيكل وكيوريو كيفاش وصلهم والتوصيل كيفاش كان وكل شيء، وكيكومونطي وكل شيء. ها انتما كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل ديال الساعه اللي اختارينا، يعني بحال التصويره بحال الواقع ما كاينش فرق. والثمن ديالها نخرجوا نعاودوا نشوفوا الثمن ديالها، الثمن ديالها 18 درهم، يعني ثمن جد مناسب. الا جيتي تشريها من هنا راه القليله غتلقاها واحد 80 درهم بحال هكاك. دابا غادي ندوزو للطريقه ديال كيفاش غادي نشري. الطريقه ديال الشراء راه طريقه جد سهله، راه ماشي شي حاجه معقده ولا شي حاجه. غادي ندير اضيف الى السله، غادي نختار اللون بعدا انا لون بغيت حمار احمر ولا غوز ولا على حسب. مثلا انا غنختار هذا الغوز، غنختار شحال من واحد بغيت، مثلا بغيت وحده. غادي ندير مواصله، المهم ها هي دابا دارت لينا في السله، ها هي مديوره في السله. وغادي نبقى غدا وانا كنختار داكشي اللي بغيت وكنزيدو للسله حتى كنوصل لهداك العدد، زعما كنتقداو كنسالي بحال اللي كتقدا في كارفور ولا في شي متجر ولا شي حاجه. ملي كتسالي عاد كدوز تخلص، ملي غنسالي غندوز باش نخلص. مثلا هاد لارتيكل غادي يقولوا لي ها هو الثمن، كيكتبوا لك كلشي هنايا شحال الثمن ديال الحاجه. مثلا هاد لارتيكل 17 درهم، 17.59 درهم، يعني 17.5 بحال هكاك. غادي ندخل غادي ندير الدفع، المهم كيف ما كتشوفوا كيبغيو بحال يتاكدوا بلي راك باغي تاخذ هاد لارتيكل. وكدير المعلومات ديالك، انا حيت دابا ديجا مسجله معاهم المعلومات ديالي بحال السميه ديالي وفين ساكنه مديورين، ما يمكنش ليا نعاود نصايبهم. المهم نتوما فاش غادي تبغيو تسجلوا غادي يطلبوا منكم البلاصه فين ساكنين، غتعتمدوا على لاكارت ناسيونال ولا ورقه ديال الدولمه. غادي تكتبوا المعلومات اللي عندكم، حاولوا تكتبوهم بالفرنسي حيت ما يقبلوهمش لكم بالعربيه. كيف ما المعلومات مكتوبين عندكم في لاكارت ناسيونال تعاودوا تكتبوهم ليهم عاوتاني في هذا السيت. وغادي ندير اجراء طلبيه، من بعد ما غادي ندير اجراء طلبيه يعطوني ندير المعلومات ديالي وداكشي. انا قلت لكم ديجا مصايبه المعلومات ديال فين ساكنه، غادي يوجهوني نيشان الطريقه ديال الدفع. نتوما على حسب واش غتدفعوا ببطاقه بنكيه زعما فيزا ولا ماستر كارد على حسب، ولا غتدفعي ب هادوك البنكات الالكترونيه. نديرو مثلا غندفعوا ببطاقه بنكيه، كيعطيونا نكتبوا الرقم ديال البطاقه اللي هو كيكون ديجا عندنا في البطاقه من القدام. الشهر والسنه راه حتى هي كتكون مكتوبه في البطاقه من في الواجهه ديالها، كيكون مكتوب الشهر والنهار ديالو، راه هما هادوك رمز الحمايه اللي هو فاش كتقلبي البطاقه كتلقايهم ثلاثه الارقام كيكونوا فيها، واسم حامل البطاقه اللي هي الاسم والنسب ديالك. من بعد كدير تم، من بعد فاش كدير تم صافي ديك الطلبيه كتدفع. ومن بعد كتبقى كتتبعها، كاينه واحد البلاصه في هذا الموقع
كتمكنك انك تتبع فين الطلبيه ديالك، فين وصلات، كيوريك فين وصلات وكل شيء. وبالنسبه للطريقه فين كتوصلك هاد فين كتوصلك الطلبيه ديالك، كتوصلك حتى للدار، كيجي الفاكتور حتى لعندك، كيوصل لك الطلبيه ديالك حتى للدار، انت كتهبط لاكارت ناسيونال ديالك، صافي كتستلمها عادي. وهذا الشيء اللي كاين. هو بالنسبه للتوصيل، هو المشكله ان التوصيل كيكون شويه معطل، يقدر شهر، شهر ونص، شهرين، على حسب كل واحد وكيفاش. صافي هذا الشيء اللي كاين. وحاجه اخرى عاوتاني، شنو مازال سمحوا لي الا كنت كنتاكل حيت راه ما مالفاش كندير لي فيديو. بالنسبه ل غتلقاو فاش غادي تساليو من بعد ما غادي تشريو كلشي، غيطلعوا لكم واحد الخاصيه جديده، منها كتبع هذاك الشيء اللي شريتي فين وصل. كيبقاو يقولوا لك ها هو مثلا خرج من الصين، ها هو وصل المغرب، ها هو وصل لكازا شويه، ها هو وصل هنا، حتى كيقولوا لك راه وصل لعندك، فهمتي؟ وفاش كيكون وصل للبوسطه، راه كيقولوا لك وصل للبوسطه. من بعد فاش كيوصل البوسطه، تقدر نتانيت تمشي كتدي لاكارت ناسيونال ديالك، وكتمشي كتعطيها لهم، وكيعطيوك هذيك الطلبيه. ولا ما عندكش الوقت، كتسناهم حتى كيجيبوها لك حتى للدار، وكتخلص كتخلص عادي. ماشي كتخلص، كتعطي لاكارت ناسيونال ديالك صافي، صافي وكيعطيوك الطلبيه ديالك. وهذا الشيء اللي كاين. يلا السلام عليكم والى اللقاء.